مساء الخير مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة على الهواء الذي يهتم بصحة الإنسان وبأسلوب حياته السليم. مساء الخير محمد، وأمسي بالخير على كل من يتابعنا في هذه اللحظة في برنامجنا الأسبوعي عيادة على الهواء. بداية نذكركم مشاهدينا أنكم تستطيعون مشاركتنا عبر تويتر على حسابنا شارجة تي في، والإجابة أيضا على أسئلتنا الظاهرة، ونستقبل أيضا مشاركاتكم حول موضوع حلقتنا من خلال منصات هيئة الشرقة للإذاعة والتلفزيون على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. إذن مشاهدينا، في كثير من الأحيان يحدث أن يصاب بعض الأشخاص بفقدان مؤقت في الذاكرة، حيث تتوقف الذاكرة عن العمل لسبب ما. وتشير الدراسات العلمية أن أسباب هذا المرض قد تكون عضوية وأخرى نفسية. إذن موضوع فقدان الذاكرة محور حديثنا لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى تقريرنا حول هذا الموضوع، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. تعتبر الذاكرة الخاصة بالإنسان أحد أبرز القدرات والوظائف العقلية والدماغية التي يتمتع بها الأشخاص بصورة متفاوتة، وتتمثل في القدرة على حفظ المعلومات والبيانات والحقائق والأرقام والصور التي يتعلمها ويشاهدها الإنسان خلال مراحل عمره المختلفة، وتخزينها لأطول فترة ممكنة في العقل، والقدرة على استحضارها في الأوقات التي يريدها الشخص والتي يحتاج فيها لاستخدام هذه المعلومات. يعتبر فقدان الذاكرة من الاضطرابات الانفصامية التي تفصل الشخص عقلياً عن بعض جوانب حياته، ويمكن أن يحدث بعد التعرض لصدمة قوية أو إجهاد شديد. كلما تودون معرفته حول فقدان الذاكرة نتناولها في حلقتنا لهذه الليلة، تابعونا. حياكم الله مشاهدينا من جديد في موضوع حلقتنا لليوم، وهو فقدان الذاكرة. معنا في حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة ليلى عادل محمود، أخصائية طب نفسي. حياة الله معنا دكتورة. الله يعطيك العافية، شكرا على الحضور. دكتورة، بنتحدث بداية عن موضوع فقدان الذاكرة، نرجع لموضوع الذاكرة. ما هي الذاكرة وأين توجد عند الإنسان؟ طبعا هي الذاكرة دي، تعريف كلمة الذاكرة هي عبارة عن المعلومات والخبرات والمهارات اللي العقل بيخزنها لاستخدامها في وقت لاحق. نعم. الذاكرة طبعا المنطقة اللي مسؤولة عنها في المخ هي منطقة اسمها الهيبوكامبس، دي منطقة في المخ اللي هي بيتم فيها تكوين الذاكرة وتخزينها وإعادة استخدامها مرة أخرى. نعم. طبعا احنا دايما نقول النسيان نعمة ولكن قد يكون نقمة. النسيان نعمة ربنا خلقنا بيها لما ننسى الأشياء اللي احنا بنبقى عايزين ننساها، وده بيحصل في بعض الأحيان. صحيح. إنما لما يزيد الموضوع إن هو يوصل إن الواحد ينسى المعلومات الأساسية في حياته، المهارات، الخبرات، هنا بيبقى نقمة. هل من المعلوم الآن أين تخزن المعلومات؟ هل في الجزء الخلفي من المخ؟ الجزء الصدغي أو اللي احنا بنسميه temporal loop، وده الجزء الأساسي اللي مسؤول عن الذاكرة. الهيبوكامبس هي مكان مسؤول بيحصل فيه تكوين المعلومات وربطها بمعلومات قديمة. نعم. من الخبرات القديمة، وبالتالي يتم تخزينها وإعادة استخدامها والنيدد لما الإنسان يحتاجها مرة أخرى. ممتاز. الآن الذاكرة عرفناها، الآن لما نقول فقد الإنسان للذاكرة، ما معنى هذه العبارة أو هذه الجملة؟ كلمة فقد الإنسان للذاكرة ده مصطلح كبير جدا، لأنه بيشمل حاجات كتيرة. كلمة فقد الإنسان للذاكرة أنه عدم تذكر المعلومات. نعم. بس الذاكرة دي بتتقسم لذاكرة الحديثة والذاكرة اللي هي طويلة المفعول، short term memory و long term memory. short term memory دي بتشمل حاجتين، الإميديت الحالية
وبتشمل الذاكرة الحديثة. الذاكرة الحالية دي معناها اللي هي بتقعد أقل من 5 ثواني، ودي بتشمل التآزر البصري الحركي، إن أنا بخزن حاجات سواء صور أو بخزن حاجات معلومات كلمة سمعتها عشان أرد عليك في الحوار، فدي بتاخد أكتر من 5 ثواني والعقل ما بيخزنهاش. بعد كده الذاكرة الحديثة اللي هي بتقعد من 3 لـ4 أيام، زي أنا فطرت إيه الصبح، أنا ناوي أعمل أروح إيه، فين أدفع فواتير الصبح، اللي هي بيبقى فيها التخطيط وبيبقى فيها الحياة اليومية. والذاكرة المدى الطويلة أو الريموت هي اللي بتشمل بقى الأحداث الحياتية، أنا اتولدت إمتى، المكان اللي اتولدت فيه، تخزين القدرات المعرفية اللي زي السواقة، زي غسيل الأسنان كل يوم الصبح، حاجات أنا مش محتاجة أبذل مجهود عشان أفتكرها. طبعا فقدان الذاكرة بيشمل في أنهي مرحلة أنا فقدت الذاكرة، وهل هو فقدان ذاكرة دائم ولا مؤقت. هذه يمكن الأنواع اللي بنتحدث عنها اليوم، في فرق بينها وبين فقدان الذاكرة وبين الزهايمر. الزهايمر ده مرض، في حاجة اسمها الخرف، الخرف ده اللي بيجي في كبار السن، ده العنوان الكبير زي ما أنا أقول أمراض القلب. ده الخرف، 60-70% من أسباب الخرف أو عته الشيخوخة مرض الزهايمر. ومرض الزهايمر ده مرض نسبة لوي الزهايمر، العالم اللي هو اكتشفه. فهو اللي اكتشف المرض واكتشف أسبابه في المخ إيه، فعشان كده سموه نسبة ليه. وطبعا الزهايمر ده بيمثل 60-70% من أسباب عته الشيخوخة، وفقدان الذاكرة ده جزء من المرض وليس كل المرض. يعني الزهايمر مش بس فقدان الذاكرة، هي القدرات المعرفية، اضطرابات سلوكية، اضطرابات نفسية، فبيبقى هو أعراض كتيرة جدا منها فقدان الذاكرة. الآن مرة أخرى، فقدان الذاكرة جزء من الزهايمر، عرض من الزهايمر وليس كل المرض، وليس كل المرض. الآن بالزبط. تحدثت عن موضوع فقدان الذاكرة، وقلنا أن في بما يسمى فقدان الذاكرة ينقسم إلى قسمين، اللي هو المؤقت والدائم. الآن ما هو المؤقت وما هو الدائم؟ المؤقت ده أن الواحد يمر فقدان ذاكرة بسيط في وقت لوقت معين وبعدين بيروح، وده أسبابه كتير. يعني مثلا عندنا الريتروجريد أمنيزيا أو الذاكرة الرجعية، أن الشخص بيفقد الذاكرة لمدة 3-4 أيام. اللي هم مروا قبل يعني بيمر 3-4 أيام اللي فاتوا بينسى الذاكرة فيهم. ده أسبابه زي تناول بعض المؤثرات العقلية زي الميدازولام، زي أي بنزودايزيبين بكميات كبيرة زي المدمنين، فده بيفقد الذاكرة لمدة بسيطة وبعد كده بترجع تاني لوحدها، مجرد أن انسحاب العقار من جسمه. في بعض مثلا احنا بنسميها ترانزينت جلوبال امنيزيا، او اللي هو فقدان الذاكرة الكامل المؤقت، وده بيجي مع الاعراض اللي هي بنسميها ديسوسييتيف او الانفصالية، ان الشخص بيمر بضغوطات قوية جدا في حياته ما بيقدرش يواجهها، فبالتالي بيفقد الذاكرة لفترة مؤقتة في حياته، وده مجرد ان احنا بنعمله ريلاكسيشن مع مضادات اكتئاب بسيطة بترجع له الذاكرة تاني وبيرجع يفتكر. هي اكنه الهروب، زي ان هو بيهرب من حاجه مش عايز يقدر يعيشها، مؤلمه جدا في حياته ومش عايز يفتكرها. في برضه التوتر والقلق والاكتئاب بيعملوا فقدان للذاكره بسيط، بيفقد هو الذاكره، تحس ان هو بيتلخبط، بينسى اماكن الحاجه، نسي هو عمل كده الصبح ولا ما عملهاش، يبتدي ينسى مواعيده، انا كان عندي ميعاد مثلا ابوينتمنت مع دكتور السنان، او كان عندي مثلا المفروض اروح اجيب ولادي من المدرسه فينساه، وده بيبقى ناتج للتوتر والقلق والاكتئاب، وبمعالجه الحاجات دي بيروح النسيان ده. في طبعا نسيان مؤقت نتيجه لنقص فيتامينات معينه في الجسم زي فيتامين B12 وB6 وB1، اضطرابات في الغده الدرقيه اللي هي بتدي صوره اكنه زي الخرف او العته الشيخوخه، وده مش حقيقي، ومجرد ان احنا بنصلح الكيمياء بتاعت الجسم المتلخبطه الامور بترجع. وطبعا زي اللي احنا قلنا الاكتئاب ده اهم حاجه، لانه بيعمل حاجه في كبار السن اسمها السودو ديمنشيا او شبه الخرف، فده طبعا هو بيبقاش عنده خرف ولا حاجه، هو الاكتئاب بيحسسه انه مش عايز يعمل حاجه، فبالتالي ما بيخزنش المعلومات اللي بيشوفها، ما بيركزش في تفاصيلها، فبالتالي ما بتبقاش ذاكره وبينساها. تمام. في متلازمه تسمى متلازمه كورساكوف. الكورساكوف والفيرنكس، هي الاول بتبدا فيرنكس وبعدين تبقى كورساكوف. الناس اللي بتتعاطى الكحول بالذات بيبقى عندهم نقص في فيتامين B1، والنقص في فيتامين B1 مع تناول الكربوهيدرات الشديده جدا، لان الكربوهيدرات الشديده دي كمان بتساعد على ان فيتامين واحد بيتاكل ويخلص بسرعه اكتر، فالناس اللي بتتناول الكحول او عندها نقص في فيتامين B1 بيجي لها فقدان مؤقت للذاكره الحديثه، وده اللي بنسميه الفيرنكس. وده علاجها ببساطة شديدة جدا، ان احنا بنديهم فيتامين بي حقن وبعدين بنكمله قراص. لو الشخص ده ما تعالجش للأسف الشديد جدا بتدمر خلايا المخ وبيخش في كورساكوف اللي هو فقدان تام للذاكرة، بيفقد الذاكرة الحديثة والقديمة، ونسبة كبيرة منهم جدا بتؤدي إلى الوفاة. إلى الوفاة في فقدان الذاكرة؟ فقدان الذاكرة في أماكن معينة في المخ بتموت،
فعشان كده كورسكوف ده مرض خطير جدا، فاحنا لو لحقناه في الفيرنكس وديناه بي 1 بيبقى بنحميه من دخول في كورسكوف، لان لو دخل في كورسكوف ده مرض شديد بيصيب اماكن كثيره في المخ بتموت وبيؤدي الى الوفاه في الاخر. سبحان الله. اتحدثي دكتوره عن اكثر من نوع من انواع فقدان الذاكره، هل في نوع معين تندرج تحت فقدان الذاكرة عند الحوامل؟ فقدان الذاكرة عند الحوامل زي بالضبط ما قلنا ترانسنت جلوبال أمنيزيا أو الفقدان التوتال الشامل للذاكرة، وده بيبقى ناتج من الضغط والتوتر للحمل وهرمونات الحمل ولخبطتها والخوف من المسؤولية أنها تبدأ حياة جديدة كأم والخوف من التزامات الحياة، فده طبعا كله بيؤدي إلى الاكتئاب والقلق والتوتر اللي بينتج عنه أنها بتنسى الحاجات الحياتية اليومية. يعني تنسى أماكن الأشياء، تنسى المواعيد اللي المفروض تعملها، تنسى المهام اللي هي المفروض تقوم بيها، بتبقى في لخبطة، تاخد وقت أطول حتى في أنها تعد الوجبات اليومية أو أنها تقوم بمسؤولياتها، بيبقى عندها شوية عدم الرغبة وأنها تعمل ده لأن توتر وإجهاد واكتئاب، وناتج عنه طبعا أنه يبان في صورة فقدان ذاكرة، وده مش حقيقي، ده مجرد للتوتر والاكتئاب اللي هي فيه. تمام دكتوره، ذكرت الان في بعض الاحيان، الان اذا انا سمعتك بشكل واضح وفهمت الكلام اللي انت تفضلتي فيه، في بعض الاحيان يحدث عندنا فقدان مؤقت للذاكره، وهذا الان على مراحل متعدده، الان يمكن النساء اذا اخذناهم كمثال، فقدان ذاكره مؤقت بسبب الضغط غير الحمل، فقدان مؤقت بالنسبه لي وجود الحمل وايضا ضغط الحياه، فقدان مؤقت بالنسبه لكثره الاعمال اللي تقوم فيها مثلا في البيت، فقدان مؤقت الواحد او الواحده منهم ما تعرف. الان وجود هذه الـ 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 الاجزاء البسيطه من فقدان الذاكره المؤقته ما يؤدي في النهايه الى فقدان ذاكره قد يمكن لا تحمد عقباه. لا طبعا، هي دي مش دلالات، يعني هي مش دي دلالات عشان هي فقدت الفقدان المؤقت ده معناها انها تخش في فقدان مدى طويل او تخش في الزهايمر او حتى العته الشيخوخه او ديمنشيا. لا طبعا دي مش دلالات على كده خالص ابدا. لا. ما لها دخل، لا ده توتر طبيعي كلنا بنمر بيه، كلنا في الحياه ممكن ننسى اماكن الاشياء، ننسى المهام المطلوبه مننا لما نحس ان احنا فتره متوترين او مضغوطين، وحتى كمان احنا لما كبار السن حتى لما بيخشوا في اللي احنا بنسميه السودو ديمنشيا او شبه عته الشيخوخه بيبقى سهل جدا ان احنا نفرق بينه وبين الديمنشيا الحقيقيه طبعا عن طريق الاختبارات وعن طريق حتى التقييم النفسي، فتلاقي ان المريض اللي عنده ديمنشيا او عته الشيخوخه بيحاول يدور على الاجابه بس مش عارف، انما المريض اللي عنده اكتئاب انت لما بتساله بيقول لك مش عارف، ما بيحاولش يفكر لانه ما عندوش اصلا رغبه في التفكير او رغبه انه يخزن معلومات. جميل، ذكرتي هذا الموضوع دكتورة، في بعض الأحيان في مرحلة معينة من الشيخوخة يمكن الإنسان يصاب بخرف ولكن يتذكر الماضي، يتذكر الطفولة، يعيش لحظات طفولة وشباب. إذن في هذا الوقت هل نقدر نسمي أنه فقد ذاكرته بأنه هو قاعد يتذكر الأحداث والذاكرة ويقول قصص ويحاكي الواقع الافتراضي اللي هو عايش فيه، لأن هذه الفترة شو نسميها؟ للأسف حضرتك اتكلمت في معلومة مهمة جدا 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 الناس تبقى عارفة. نعم. أنا قلت فقدان الذاكرة في عته الشيخوخة بيبدأ بالذاكرة الحديثة، فأنت مثلا يجي اللي هم الكير جيفر أو الشخص اللي بيراعي المريض أو أهله أو ولاده يجي يقولوا لك لا فقدان ذاكرة إيه ده، هو فاكرنا وعارفنا وفاكر اتولد إمتى وفاكر عمل إيه سنة كام وسنة كام. بالضبط. ده طبيعي لأن إحنا بنفقد الذاكرة الحديثة اللي هي في خلال يومين ثلاثة، فللأسف ده بيأخر العلاج وبيأخر تشخيص المرض. نعم. هو مجرد أن ابتدى يحس أنه هو عنده تأخر في الذاكرة، يعني الكشف المبكر بيفيد جدا انه بيطول فتره المرض بحيث ان هو ما يتدهورش، لان للاسف اضطرابات الذاكره عته الشيخوخه هي زي السلم كده بتنزل لتحت. نعم. بس الفكره ان انا ممكن اطول الفتره دي قد ايه، ده بيعتمد على الكشف المبكر وتشخيصه المبكر. نعم. فمجرد ان الشخص فوق سن 60 يبتدي يحس ان حصل عنده الذاكره ابتدت تتلخبط او انه ابتدى يتلخبط في اماكن الحاجات، ادراكه للزمان والمكان قليل، في بطء في التفكير، لازم يراجع طبيب عشان يتم له التقييم النفسي وتقييم الاختبارات عشان يشوف هو هل هو فعلا في مرحله تدهور في الذاكره عته شيخوخه او خرف او لا، لان دي مش مرحله عمريه طبيعيه. في ناس بتفتكر ابتدى ينسى في خلال يومين ثلاثه ده طبيعي، لا. نعم. للاسف ده مش طبيعي. نعم. ممتاز، اذا نركز على موضوع بان الذاكره الحديثه ليست بالضروره اذا الانسان
يعني انه تذكر الماضي معناته ان هذا الشخص مش فاقد للذاكره، وخاصه ظهرت عليه بعض الاعراض اللي بنتحدث عنها اللي خاصه بفقدان الذاكره، معناته انه قاعد يسترجع المعلومات القديمه المخزنه. الماضي ما بيروحش في الاول، في المراحل الاولى من المرض الماضي ما بيروحش. نعم. اللي بيروح الذاكره الحديثه وفقط. اللي في خلال يومين ثلاثه من حاسس انه ابتدى ينسى. نعم. يومين ثلاثه بس. نعم ممتاز. بنتحدث ايضا دكتوره عن العامل الوراثي بالاضافه الى الاعراض، وايضا ما هو حديث في عالم التشخيص في موضوع فقدان الذاكرة. ولكن مشاهدينا ننتقل الآن إلى زميلتنا شهد مهند لتطعنا عن بعض الأخبار المتنوعة في فقرة آخر الأخبار، وبعدها نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد ولكل من يتابعنا عبر شاشتنا أو من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. والآن نبدأ بأول خبر لفقرتنا واللي يقول: حساسية الحليب استجابة غير طبيعية لجهاز المناعة في الجسم من الحليب ومنتجاته، وهي أكثر أنواع الحساسية شيوعاً عند الأطفال. تتراوح علامات الحساسية من خفيفة إلى حادة، وتظهر بعد دقائق من شربه، ومنها تورم الشفتين أو اللسان والقيء والكحة وصعوبة بالتنفس. أما خبرنا الثاني لليوم: حلق شعر الوجه يعطي للشعر طرفاً مدبباً وملمساً غليظاً وأكثر كثافة لفترة من الوقت أثناء نموه، ولكن الحلق لا يغير من معدل نموه أو لونه، ففي حال ملاحظة زيادة مفاجئة فقد يكون بسبب تأثر بعض الأدوية أو علامة على حالة طبية معينة. أما خبرنا الأخير في هذه الفقرة: قضم الأظافر عادة غير صحية، إلا أنها لا تسبب حدوث أي ضرر على المدى البعيد، ومع ذلك يمكن أن يضر بالجلد حوله، مما يزيد من خطر العدوى والإصابة بنزلات البرد. ولتجنب هذه العادة، أشغل يديك أو فمك بأنشطة بديلة كمضغ اللبان أو ضع سائل مر المذاق على الأظافر. فيما يخص الخبر الثاني، دائما في معلومة شائعة أن حلق الذقن قد يكون أو شعر الجسم بالموس يسبب خشونة في نمو الشعر. صحيح، لكن الخبر الثالث أنا شدني أكثر أيضا بما يخص الأطفال. في بعض الأحيان نضع بعض المواد المرة وتباع أيضا في الصيدليات عشان يتجنب أن هذا الولد مثلا يستخدم صبعه في عملية المص وكذا، وبالتالي يؤثر على اللثة، فيمكن نستخدمها للكبار أيضا، فهذا يعني ما يتجنب الكبار منه أيضا في هذا الوقت. بالتأكيد بهذا الخبر نختم فقرة الأخبار الطبية، والآن ننتقل لمتابعة باقي فقرات برنامج عيادة على الهواء مع الزميل محمد. شكرا لك شهد، ونستكمل حوارنا مع ضيفتنا في حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة ليلى عادل محمود، أخصائية طب نفسي. دكتورة، قلنا نتحدث عن العامل الوراثي في هذا الموضوع، هل له علاقة في موضوع فقد الذاكرة أم لا؟ في الألزهايمر، لأن احنا خلينا نقول إن احنا بنتكلم على فقدان الذاكرة في كبار السن، الخرف أو العتة، هو احنا زي ما قلنا 60-70% بتبقى سببه الألزهايمر. طبعا نعم. الألزهايمر فيه جزء وراثي كبير جدا، انما بقيه الاسباب الاخرى زي مثلا في الفرونتو تيمبرال ديمنشيا او الفص الجبهي الصدغي، دي بيبقى اسبابها ان هي بيحصل ان اماكن في المخ معينه بيحصل فيها الوصلات العصبيه بينهم تبقى اقل، فده ما بيبقاش فيه نسبه للوراثه خالص. برضو اللي هي اللي احنا بنسميه الخرف الوعائي او الفاسكولار ديمنشيا، ده للاشخاص اللي هم عندهم ضغط او سكر، او للاسف ما بينتظموش في علاج الضغط والسكر، فعلى طول مش متظبط، عرضه اكتر للدخول في بعض ان الاوعيه الدمويه الصغيره بتقفل، فده بيؤدي ان اماكن في المخ ما بتقومش بوظيفتها. نعم. وبالتالي يؤدي الى فقدان الذاكره. وان كان في النوعين اللي هو الفرونتو تيمبرال ديمنشيا او الفص الجبهي الصدغي وفي الفاسكولار ديمنشيا الوعائيه، بيبقى فقدان الذاكره مش هو الاساس
او مش هو التشخيص، يعني مش هو العرض الاولي، بل العرض الاولي بيبقى بالنسبه للفرونتو تيمبرال ديمنشيا بيبقى تغيرات في السلوك، بيبقى الشخص عصبي ويمر ببطء في التفكير فتبقى اكتر ناحيه السلوك. اما الشخص اللي هو الفاسكولار ممكن يكون معاه اضطراب في الحركه، يعني مثلا يكون في ضعف في بعض الاطراف، وهنا الذاكره بتيجي بعد كده. فهي الحاجات دي بتبدا مش بتاخر في الذاكره قد ما بتبدا باعراض اخرى، يعني الوراثه اكتر في الالزهايمر. تمام. الان يعني من الطبيعي ان احنا نقول بان الانسان بشكل عام ما في سن معينه يمكن ان يفقد فيه جزء من ذاكرته وبشكل مستمر، بمعنى ان يعني ما نقول والله في سن العشرين فقد الذاكره، ولا يجوز ان يفقد الذاكره. لا، هو يفقد الذاكره دي هي زي ما احنا قلنا الالزهايمر. ده اللي بيمثل 60-70% ده بيجي في سن 60 وفوق. ليه ما فوق؟ يعني في سن 60 بتبقى نسبه دخوله في الالزهايمر او خرف الشيخوخه بشكل عام 1%، على سن 90 بتبقى 40%. فالعلاقه في السن الكبير طبعا ليها علاقه بالسن. اما بالنسبه لاعراض فقدان الذاكره المؤقت، ده ملوش علاقه بالسن خالص، قد يبدا من سن ال 17 وال 18 ويمتد لاي سن. حتى كبار السن لازم نتاكد هل هو فعلا خرف شيخوخه ولا اعراض سودي ديمنشيا او شبه خرف اللي هي بتيجي مع الاكتئاب كبار السن. ممتاز. نتحدث عن الاعراض دكتوره، شو الاعراض اللي تثبت بان الشخص هذا يمكن عنده فقدان ذاكرة؟ هي بتعتمد على المرحلة العمرية. فأنا لو بتكلم على فقدان الذاكرة المؤقت، هو مجرد أن شخص بيجي في أي مرحلة عمرية بيبقى بيمر بضغوطات معينة، فبيطلع عنده أعراض اللي هو فقدان الذاكرة لمرحلة يومين ثلاثة، ودي بترجع طبيعية تلقائية. هل مجرد أن أنا مثلا أهديه أعمله ريلاكسيشن تكنيك، حاجات استرخاء، أو مجرد أنه حتى ياخد أدوية الاكتئاب والقلق، ودي بتقعد مثلا في خلال 4-6 أسابيع فقدان الذاكرة ده بينتهي تماما وبيبقاش عندنا مشكلة فيه. إنما الخرف أو كبار السن هنا بقى الموضوع بيختلف تماما. الأعراض طبعا إحنا قلنا اللي مسؤول عن الفقدان الذاكرة الأساسي الألزهايمر. الأعراض التانية أو الأسباب التانية زي الوعائي أو اللي هو الفص الأمامي الصدغي، ده بيبقى أكتر بتظهر قبل فقدان الذاكرة، بيظهر اضطرابات في السلوك أو بيظهر ضعف في الحركة، أو زي مثلا الباركنسون. باركنسون ده بيؤدي إلى نهاية المطاف الخرف، فهو مرض أصلا عضوي بيبقى فيه زي شلل الرعاش، بيبقى فيه اضطراب في الحركة ينتهي فقدان الذاكرة. ففي الثلاث أنواع دول فقدان الذاكرة مش هو العرض الأولي اللي بيجي بيه المريض، بيجي بحاجات تانية. إنما لو هنتكلم على فقدان الذاكرة كعرض أولي، يبقى احنا هنا بنتكلم على الألزهايمر. الألزهايمر ده ثلاث مراحل. أول مرحلة إن الشخص بيبتدي يحس إن هو فقدان ذاكرة للأحداث القريبة أو الذاكرة الحديثة، بسيط جدا، يبتدي يحس إن هو بينسى أماكن الأشياء، بيتلخبط في مواعيده. تاني حاجة بيبقى عنده شوية بطء في التفكير واللغة، يعني بمعنى إن هو بيحاول يلاقي الكلمة ما بيلاقيهاش، يعني مثلا يجي يقول أنا أيوة اللي بنقطع بيها دي اللي بنقطع السكينة، فيبقى عنده بعد كده عدم إدراك للزمان والمكان، بمعنى أنه هو ما يعرفش يلتزم بالحاجات اللي كان بيعملها قبل كده، ما يعرفش يلتزم بمواعيده، ما يعرفش يحافظ على أنه ميعاد السنان، أو إحساسه بالوقت نفسه بيبقى مفقود. دي مراحل أولانية. لو الشخص حس في بداية الستين أو الخمسة وستين أن عنده الأعراض دي في كبار السن فقط وليست في صغار السن، في كبار السن حس الأعراض دي لازم يروح للتقييم، لازم يروح لطبيب، سواء طبيب الجي بي الرعاية الأولية، طبيب أعصاب، طبيب نفسية، لازم يروح عشان يعمل التقييمات النفسية عشان الكشف المبكر مفيد. بعد كده المرحلة التانية تبتدي الأعراض دي تزيد في قوتها، يعني ممكن تلاقي الشخص مثلا يقوم يلبس الصبح وست ساعات راجل كبير مش موجود في البيت وهم مش عارفين مكانه فين، أو إن هو مثلا يجي يلاقيه صحي الصبح، الأب الابن يلاقي بابا صحي الصبح لابس هدومه، أنا رايح الوزارة النهاردة، رايح يا حضرتك متقاعد وطالع على المعاش من 10 سنين، فيبتدي مثلا، او الست مثلا تقول انا رايحه شغلي في المدرسه وللاسف هي اصلا على المعاش وسايبه شغلها بقى لها 10 سنين، نفس الحكايه. المرحله دي كمان ممكن بيبقى فيها اللي هو حلاوه السمعيه وبصريه، ممكن الشخص ده بيبقى عنده اعراض نفسيه زي هيئه اكتئاب او قلق، او بيبقى عنده كمان لانه بيبقى متلخبط، بيبقى حاسس ان هو كان عنده قدرات معينه وابتدى يفقدها. ممكن يبقى عنده كمان عدم قدره على استخدام الاشياء او حط خطط، يعني مثلا هو بقى شايف التليفون بس مش عارف يستخدمه ازاي، او انه يبقى كمان مش عارف يحط خطه، يعني هو كان متعود انه يروح يجيب احفاده من المدرسه وسابهم وراحش جابهم، مش عارف يقوم بمهاراته اليوميه. مثل المشي احيانا دكتوره، في حد من الناس يفقد
حتى يمكن استيعاب لعمليه المشي ما يعرف كيف يمشي. ده في المرحله الثالثه للاسف، وهنا بيبتدي يفقد كل شيء وبيحتاج رعايه تامه، حتى بيبتدي يفقد الذاكره القديمه ويبتدي يفقد فيها الحاجات المعرفيه، انه يبتدي يعرف المهام اليوميه. فده بيبقى اكنه مرحله احنا بنسميها مرحله الطفوله للاسف، اكنه بيرجع طفل محتاج بقى البامبرز واللي يدخله الحمام واللي ياكله واللي يشربه. وحتى يعني هي بتبقى قاسيه جدا، لان الراعي اللي بيهتم بالمريض زي الابن او الابنه يعني هو بياكله والمريض مش فاكره، فده احساس قاسي جدا. ان تخيل اب وابنه مثلا، وابنه مش الاب مش عارف مين ده. فبتبقى صعبه جدا وقاسيه خصوصا على الاولاد. ممتاز. التشخيص دكتور، الان تحدثنا عن الاعراض بشكل عام، هل في تقنيات حديثه في موضوع تشخيص المرض هذا اللي هو فقدان الذاكره؟ طبعا اول حاجه بيعملها المريض اللي بيشك ان هو عنده فقدان ذاكره لازم يعمل فحص طبي شامل، لازم نعمل روتين انفستيجيشن لكل المعادن في جسمه، لكل الفيتامينات في جسمه، عشان هل نشوف ده هل هو دائم ولا مؤقت. هي محتاج الى شخص قوي يعني، ويمكن يعترف بوجود هذا المرض عنده. وكثير من الناس يقول لك لا انا ما فقدت الذاكره، نسيته بشكل لحظي وسريع، اتذكرت الحين انا شو كنت راح اتكلم وكذا. فيمكن هل في ناس يعني تعرف بانها فعلا قاربت على فقدان الذاكره؟ هل هذا موجود ان يحس الانسان بفقدان الذاكره؟ طبعا هو بيلاحظ، بس هي الفكره طبعا الانكار للاسف. بس انا يعني دي رساله مهمه جدا نوجهها ليهم، اهتم بنفسك قبل ما تضطر تلاقي غيرك يهتم بيك. نعم. انت احسن ان انت الواحد يراجع ويقيم ذاكرته في الوقت ده، في الوقت اللي هو بيحس بالتاخر البسيط، قبل ما يحتاج بعد كده لرعايه حد تاني، قبل ما يبتدي يفقدها وساعتها مش هيقدر يرجعها تاني. نعم. فطبعا ده للاسف هي معظم الناس بتيجي تقول لا ده حاجه عاديه، ده حاجه طبيعيه، تلاقيني بس متضايق شويه، تلاقيني مضغوط شويه. نعم. اي حد 60 لما فوق لازم يروح يعمل فحص طبي شامل، لازم يبتدي يشوف هل هو لو عنده ضغط او سكر يظبطه، لازم يعمل الفحوصات النفسيه الاكلينيكيه اللي هي بتشمل اختبارات الذاكره وغيرها. لازم طبعا في بعض الاحياء بنحتاج ان احنا نعمل رنين مغناطيسي، وان كان هو مش كونفيرماتيف قوي، مش دقيق، او مش شرط ان كل الناس اللي عندها الزهايمر يبقى عندها تغيرات في الرنين المغناطيسي، بس على الاقل في جزء منهم بتبان في الرنين المغناطيسي، وده بيبقى شيء كويس طبعا. فلازم يعمل فحص كامل، وطبعا المقابله مع الطبيب وتقييم الطبيب نفسه بعد ما بيعمل الاختبارات دي كلها. الطبيب بيقيم وبيشوف هل هو عنده فقدان ذاكره مثلا مؤقت، ولا هل هو بدايات خرف الشيخوخه او بدايات الالزهايمر. الطبيب هو اللي بيقدر يقيم في الاخر. يقال ان في بعض الاجهزه دكتور اللي يمكن تنحط في الراس، وبالتالي عن طريق الاشارات الكهربيه يمكن ينعرف بان هذا الانسان بدا يفقد او لا ما زالت ذاكرته قويه. لا هو ما فيش كده، هو في اللي هو الرنين المغناطيسي هو اللي بيبين اجزاء المخ والفاسكريشن او الاوعيه الدمويه واصله لها ازاي، او هل في تاثير في مكان او لا. هو الرنين المغناطيسي اكتر، هو تخطيط المخ ملوش دور قوي. نعم. الصدمات الالتهابيه دكتور اللي ناتجه يمكن في بعض الاحيان عن فقدان السكريات في جسم الانسان، هل قد تؤدي الى فقدان الذاكره؟ تؤدي طبعا الاسكيميا، وتؤدي الى فقدان ذاكره، قد يكون مؤقت، ولو ما تلحقش في وقتها وما تعالجش في وقتها في ساعتها قد يؤدي الى فقدان ذاكره طويل المدى للاسف. لانه مش دي داخله تحت الفاسكولار ديمنشيا، او تؤدي بعد كده ان في اماكن في المخ بتموت، وفي للاسف دي مش هنقدر نرجعها تاني، فبتخش بقى في اللي هو اللي بنسميه التهاب الوعائي، او بعد كده فاسكولار ديمنشيا، او الخرف الوعائي. نعم. في نسب دكتوره بما يخص من يفقد الذاكره اكثر، هل هم من النساء او الرجال؟ وبالتالي الناس تعرف وتنتبه لهذا الموضوع. هي ملهاش علاقه قوي بالجندر، يعني هم اولموست ذا سيم، ملهاش علاقه، بس هي ليها علاقه بالسن اكتر للاسف. هي متزايده زي ما قلت لحضرتك، من سن 60 1% بس في العالم عندهم خرف شيخوخه، لغايه بتوصل 40-50% في سن 90. فهي ليها علاقه بالسن، كل ما تقدم السن كل ما النسبه زادت. ممتاز. لا دكتوره، بعض الاسئله العامه قبل ما ادخل في موضوع العلاجات، يعني يقال بان ايضا لاعبي كمال الاجسام في بعض يفقدوا الذاكره. احنا بنسميها البوكسر ديمنشيا، ودي زي ما حصلت لمحمد علي كلاي. هي فكره ان هو خد ضربه معينه لمكان في الدماغ، فادت الى ان جزء من الدماغ ده ما بقاش يوصل له الدم كافي، فادت الى يعني في وعائي او فيسل معين اتقفل. صحيح. فجزء من المخ مات، فبالتالي نتج عنه الباركنسون، والباركنسون بينتهي للاسف بالديمنشيا او خرف الشيخوخه. نعم. لان هذه في بعض الالعاب الرياضيه اللي هي للاسف كمال الاجسام دي خطره جدا. نعم. طبعا لان عندنا كمال الاجسام في بعض الاحيان رفع الاثقال وغيرها، هذه
الآن في ضغط معين يمارس على العضلة، على الجسم، على المخ. هي الفكرة المخ. إن نعم. بيحصل إسكيميا، أو إن في جزء من المخ ما يوصلوش الدم الكافي، وده بيؤدي الى ان الجزء ده بيموت. نعم. فبيحصلش التواصل، بيحصل عندي مشكله في القدرات الادراكيه. اللي القدرات الادراكيه ايه؟ الذاكره، اللغه، المهارات اليوميه اللي هو اتعلمها يبتدي يفقدها، الحاجات اليوميه اللي كان متعود يعملها ابتدى ما يقدرش يعملها، وبعدين بعد كده يبتدي يفقد التآزر الحركي البصري. نعم. ان هو ما بقاش عارف ازاي يعمل الخطوات دي، ازاي يعمل المهمه دي. نعم دكتوره، في يعني الغريب في مثل هذا الموضوع أن المعروف عن الشباب وخاصة في موضوع كمال الأجسام والرياضة أن أكلهم جيد وصحتهم جيدة، وعلى الأقل هذا هو الظاهر في كثير من الأحيان. الآن يعني بالرغم من وجود الأسباب التي تهيئ الإنسان أن يكون شخص سليم على الأقل ظاهريا، ولكن مثل هذه الأغذية ومثل هذه الأمور هل لها انعكاسات؟ يعني ما تصل بالإنسان هذا إلى مرحلة أنه قد يتعافى لأنه قاعد يأكل بشكل جيد ويمارس رياضة بشكل جيد؟ هذه ما تدخل في موضوع أنها على الأقل تخفف من وطء فقدان الذاكرة عند هؤلاء؟ بص، هو ما فيش حاجة نقدر نقول أنها وقاية تامة. نعم. إحنا بنحاول، هي كلها محاولات. يعني غذاء البحر المتوسط أكتر اللي هم بيميلوا لأكل الأسماك، الجوز، حتى زيت جوز الهند. يعني في دراسة عملت في جامعة هارفارد في أمريكا. نعم. كانت معمولة على الأشخاص اللي عندهم الزهايمر والأوتيزم، التوحد في الأطفال. نعم. فلقوا إن في طفل عنده توحد وفي واحد شخص عنده الزهايمر خفوا. بس دي كلها نظريات، إحنا ما نقدرش نعتمد عليها في الوقاية التامة. يعني طبعا الغذاء السليم مهم، الرياضة، في حاجات كتير ممكن. نعم. تفيد، بس لوحدها نقدر نقول إنها وقائية؟ لا، لأن مثلا الزهايمر ده جزء منه كبير وراثي. فيعني هو في اماكن، في حاجه ماده اسمها الاميلويد اكتشفوا انها بتترسب في اماكن من المخ، فبتاثر عليه بطريقه ما، بتخلي الاماكن المسؤوله عن الذاكره ما بتشتغلش. نعم. فده السبب الاساسي. الغذاء هنا ليه ممكن دور في الوقايه، بس دوره مش محدد قوي. ممتاز. يعني ما نقدرش نجزم ان نقول ان اللي هياكل اكل صحي بالشكل ده مش هيخش في مرض الالزهايمر. ممكن. نعم. تكون اقل، بس ليست جزميه يعني. نعم. يقال ايضا دكتوره بان الله خلق الإنسان سبحانه وتعالى بأن الإنسان يعني تدخل المعلومة من النظر، من السمع، يمكن من الأحساس، باقي الأحاسيس. هي الحواس الخمسة طبعاً. بالضبط. كل ما تستخدم حواس أكتر هي عبارة عن مدخلات للبيانات. كل ما تستخدم حواس أكتر كل. نعم. ما المعلومة تزبط أكتر. بالضبط. فبالتالي ذاكرة الإنسان حتى مماته تكون منتعشة، المعلومة تدخل، وهذا سبب وجود الذاكرة، تدخل المعلومة وتكون موجودة ومخزنة. لكن فقد الذاكرة يعتمد على قدرة الإنسان بأن يطلع هذه المعلومة، وأيضا في النهاية يعني يكون له ردة فعل مقابل المعلومة اللي حصل عليها. الآن الخلل في موضوع فقد الذاكرة وين يقع بالضبط دام المعلومة أصلا مخزنة وموجودة؟ لا، بس هي الخلل ده ممكن اولا يكون زي ما احنا قلنا الاضطرابات النفسيه اللي بيجي معاها خلل في الذاكره. هنا كان عندي مشكله اصلا ان انا اخزن المعلومه، ان العقل ديستراكتد، مشتت بحاجات كتير، فبالتالي انا المعلومه بعدي عليها سريعه من غير ما بركز فيها، وبالتالي ما بخزنهاش اصلا. فممكن انا يبقى عندي مشكله في تخزين المعلومه. انا ويبقى عندي مشكله في ان انا احولها من ذاكره المدى البسيط القصير ده لذاكره المدى الطويل. نعم. فانا عندي برضو مشكله في التخزين. او عندي مشكله في الاسترجاع، فهي مشكله في ان انا احطها الاول انها تبقى ذاكره، او ان انا اعمل لها انكودنج. بعد كده احنا المفروض ان انا بخزنها ستورج، وبعدين بعمل لها انكودنج، بربطها بحاجه قديمه فبسجلها في المخ. نعم. وبعدين بعمل لها ريترايفر، استرجاع لما بعوزها. نعم. انا ممكن اضطراب الذاكره ده يبقى عندي مشكله ان انا اعمل لها ستورج، ان انا اخزنها من اصلا ما ركزتش فيها اساسا نتيجه لاضطرابات نفسيه او خلل في كيمياء الجسم، او ان انا احولها من ذاكره المدى القصير لذاكره المدى الطويل، ان انا اعملها انكودنج، اربطها بحاجه قديمه انا مخزناها في مخي، فبالتالي تتخزن تبقى ذاكره مدى طويل. وبعد كده بتبقى عندي مشكله في الريترايفل، ان انا المخ عندي مش قادر ان يسترجع الذاكره. نعم. فهي الذاكره مش بس في الاسترجاع، الخلل ممكن الخلل يمر باي مرحله من دول. الان ايضا دكتوره يمكن موضوع الكوليسترول اللي موجود، الحميد اللي موجود في، هل يلعب جانب كبير في الموضوع؟ طبعا اضطرابات الكوليسترول بتعمل جلطه في القلب، وجلطه في القلب توصل دم المخ قليل، فبتؤدي برضو ده سبب من اسباب اللي هي بنسميها الفاسكولار ديمنشيا او الاضطرابات الوعائيه. الكوليسترول والضغط والسكر لازم الثلاثه دول يتظبطوا، لو ما اتظبطوش عرضه للاصابه بالجلطه، عرضه للاصابه بالديمنشيا بعدها الشيخوخه.
وده نعم. حتى ممكن يجي في سن مبكر عن 60. نعم. ممتاز. تحدثنا يمكن دكتورة عن موضوع الغذاء بشكل سريع، ولكن في أيضا موضوع الفيتامينات اللي هم عائلة الباء، فيتامينات الباء بنتحدث عنها أيضا، وب يعني ببعض المعلومات المفيدة اللي قد تفيد أيضا المصابين بمثل هذا الموضوع دكتورة، ولكن بعد ما ناخذ الفاصل الخاص بنمط الحياة الصحي الذي أعدته لنا الدكتورة نجلاء درويش عبيد أخصائية التغذية، ومن ثم نعود نستكمل حديثنا، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في فقرة نمط الحياة الصحي في برنامجكم عيادة على الهواء، وموضوعنا اليوم جدا مهم عن فقدان الذاكرة. طبعا احنا بنركز على نمط الحياة الصحي اللي يخلينا نتفادى فقدان الذاكرة او حتى نعزز وننشط الذاكرة في الدماغ. من المهم جدا ان نحن ننام ساعات نوم كافية حسب الاعمار بحيث انه ما يقل عن 8 ساعات خلال اليوم. من المهم جدا ان نحن نبتعد عن التوتر، القلق، الاكتئاب اللي ممكن يؤدي الى التشديد وفقدان الذاكره او حتى يثبط الذاكره في الدماغ. في اطعمه جدا مهمه لازم نركز عليها وتنشط الذاكره في يعني تنشط الذاكره في الدماغ وتعزز الدماغ كذلك، منها الاطعمه الغنيه بفيتامينات باء المركبه وبالاخص باء 12 الموجود في الاجبان، البيض والخضروات الورقيه، وكذلك حمض الفوليك نركز عليه في نظامنا الغذائي عشان نحصل عليه بكميات كافيه، وموجود في الخضروات والفواكه. مهم جدا ان نحن نركز على ان نحن نتناول الأسماك الغنية بالأوميجا 3 وكذلك المكسرات كونها غنية بالأوميجا 3 والأحماض الدهنية، هذه مهمة جدا في تعزيز الذاكرة والدماغ. طبعا نتناول الأكلات الصحية ونبتعد عن الأطعمة الدسمة، الأطعمة المصنعة أو حتى اللحوم المصنعة اللي بها كميات صوديوم عالية وتأثر على الجسم. نشرب الماء بكميات كافية يكون تعزز كذلك الذاكرة في الدماغ، واتباع نظام غذائي صحي متوازن كلا حسب احتياجه من السعرات الحرارية. طبعا نتناول كذلك الفواكه والخضروات بمعدل 5 حصص خلال اليوم. دائما مشاهدينا نتمنى لكم الصحة والعافية، ونشوفكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات نمط الحياة الصحي. كل الشكر والتقدير للدكتورة نجلاء درويش أخصائية التغذية، ونستكمل حوارنا مع ضيفتنا الكريمة في الاستوديو الدكتورة ليلى عادل محمود أخصائية طب نفسي. دكتورة احنا وعدنا المشاهدين بنتحدث عن عائلة الباء في موضوع الغذاء الصحي، وتحدثت أيضا الدكتورة نجلاء عن موضوع نمط الحياة الصحي. حدثينا عن 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 هذه العائلة وتأثيرها على موضوع استرجاع او الوقايه من فقد الذاكره. هي الفكره ان انا عشان ادي وقايه من فقد الذاكره، طبعا هو في الطب البديل اللي بيوجه اكتر ان احنا نستخدم الفيتامينات زي فيتامين بي 1 و6 و12، الاوميجا 3 و3 و6 و9، برضو الفيتامين د وفيتامين اي في بعض الدراسات بيقولوا. بس زي ما هرجع اقول لك ان دي كلها دراسات غير مثبته للأسف الشديد جدا، يعني دورها غير مثبت. أنا إمتى أخد فيتامين بي 1 أو بي 6 أو بي 12 وهم دول الأساسيين في علاج فقدان الذاكرة لو ناقصين عندي؟ لأن خلي بالك أنا لو خدت فيتامين وجسمي مش محتاجه هيعمل آثار جانبية، أي حاجة جسمي مش محتاجها أو مش ناقصة عندي تضر ما تفيدش. يعني أنا فيتامين د، إمتى هاخد فيتامين د؟ لما أعمل تحليل الدم ويقول لي فيتامين د ناقص عندك، إنما لو فيتامين د عندي مش ناقص وأنا خدته لوحدي بيحصل حاجة هايبر فيتامينوزس أو إن الفيتامين في الجسم بيزيد وده يؤدي إلى آثار جانبية. فأنا ما أقدرش أقول أنصح على العلن كده إن ممكن واحد ياخد بي 1 وبي 6 وبي 12، لا طبعًا، لأن ما أنصحش كده خالص. أنا أنصح إن إحنا نروح نعمل تحليل دم. نعم. نشوف في نقص في فيتامين بي 1، بي 6، بي 12، فيتامين دي، فيتامين إي، اضطرابات الغده الدرقيه، نقص المعادن من الجسم زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. لو في اضطرابات في دول اصلحهم،
انما لو انا ما عنديش اضطراب او خلل فيهم انا ما انصحش ابدا ان احنا ناخد فيتامين جسمي يكون مش ناقص عنده او مش محتاجه. ممتاز جدا. يمكن الفقره الاخيره دكتوره اللي بنتحدث عنها ايضا في حلقتنا موضوع العلاجات. ويمكن نعرض بشكل بسيط على موضوع التغذيه. يقال ايضا ان بعض المواد في البيت مثلا الكركم على سبيل المثال يقال ان الكركم هذا جيد ويستخدم ايضا في موضوع العلاجات الشعبيه ايضا، ولكن مثل ما تفضلتي بانه يمكن تكون هذه مش مثبته بشكل. هو الكركم له فوائد كتير وبيزود المناعه وتقال عنه حاجات كتير، السلمون مثلا او صحيح. الاسماك احنا بنسميها حميه البحر المتوسط اللي هم بياكلوا الحبوب الكامله والنطس والخضار والفيجيتابل دي كلها حاجات صحيه انا انصح بيها جدا طبعا، بس ما ناخدش فيتامين انا جسمي يكون مش ناقص فيه. اذا الفحص الطبي اولا. الخلل عندي في حاجه معينه ناقصه اخدها، لو انا ما عنديش نقص ليها لو خدتها بضر جسمي. ممتاز. اذا باستشاره الطبيب. ونتحدث ايضا دكتوره عن موضوع العلاجات بشكل باشكاله المتنوعه ايضا، وايضا بنتحاور حول هذا الموضوع. ولكن مشاهدينا نعود لزميلتنا شهد مع فقره مواقع التواصل الاجتماعي لتتواصلوا معنا من خلالها وتشاركونا باسئلتكم، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الآن نستعرض لكم الأسئلة التي وصلتنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أول سؤال وصلنا دكتورة، هل هناك تأثير مباشر على ذاكرة الإنسان بسبب استخدام الهواتف الذكية؟ هو تأثير مباشر على الذاكرة ما أقدرش أقول، بس هي طبعا هي الفكرة أن التعرض الكتير للإشعاع ده حتى بيؤدي إلى بيزود نسبة الإصابة مثلا بالصرع، بيزود بيلعب في كهربة المخ. فطبعا هو الهواتف ليها تأثير، أو أنه الشخص مجرد أنه هو بيقعد مركز على حاجة فترة طويلة ممكن بعدها يجيله أعراض اللي هي إحنا بنسميها النزية أو الرغبة في الترجيع أو الدوخة، أو يحس أنه مرهق شوية، الإجهاد الشديد، وده بينام شوية ويصحى يلاقيه كويس. إنما التأثير على الذاكرة لا طبعا. حتى على المدى البعيد؟ لا، حتى على المدى البعيد لا، هي ممكن بس تزود نسبة الإصابة بمرض الصرع وخصوصا في الأطفال، إنما إنها ليها تأثير على الذاكرة لا. ولا حتى مشاهدة كم كبير من المعلومات والصور في فترة بسيطة معينة، هل يتحملها المخ؟ يتحملها عادي، بالعكس المخ ده قابل على حاجات كتيرة جدا، احنا بنستخدم 10% بس من امكانياته فلا يتحمل ما شاء الله. متابعة تقول انا اعاني من فقدان لبعض المهام التي يجب عملها خلال اليوم، بماذا تنصحوني؟ أنصح أنها تحاول تهدي شوية على نفسها، تحاول أن هي ما يبقاش عندها مهام كتيرة قوي في اليوم لدرجة أن عقلها مش قادر يستوعبها. أنصح أنها تاخد فترة تريح شوية، تفصل شوية عن الإجهاد، لأن واضح أن هي مهامها اليومية أكبر من قدرة استيعابها. ونلجأ أن احنا نتدوين، أن الأشخاص اللي بيلاقوا أنهم بينسوا في الفترة الأخيرة أحسن أنه يدون، أنا النهاردة مطلوب مني أعمل ده وده وده، وتحط أولويات. يعني لو عندها 10 حاجات مفروض تعملها، خلينا نعمل 5 والخمسة الباقيين بعدين بمقدار الأولوية والأهم. نعم، إذن الكتابة أيضا تساعد. إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع أنا وأنت قبل ما نبتدي. بالضبط، الكتابة والتدوين ده مهم جدا. نعم. هل الرياضة تحسن من عملية حفظ المعلومات والتذكر؟ طبعا الرياضة بتنشط السينابسز اللي هي الوصلات العصبية في المخ، اللي هي بتخلي تخزين أسرع، وبتخلي الانكودنج عشان أخزنها حتى في اللونج تيرم أسرع، وبتخلي كمان استرجاعها أسرع. الرياضة رائعة جدا في تنشيط السينابسز، زيها الرياضة اكتشفوا زيها زي القراية بالظبط. فالرياضة ده مهم جدا، منشطة جدا بالظبط. استفسار آخر، كيف نتعامل كعائلة مع الشخص المصاب بفقدان الذاكرة داخل عائلتهم؟ ده شيء مهم جدا، لأن الكير جيفر أو الراعي هو أكتر شخص بيعاني. المريض أوكي بيعاني الفترة في المراحل الأولية، بس ممكن بعد كده ما يبقاش مدرك أصلا للزمان والمكان، مش عارف الأشخاص اللي حواليه. فأنا دلوقتي عشان أقدر نراعي الشخص ده إحنا نبدأ من الأول. بمعنى إيه؟ إن إحنا للأسف الشديد جدا المجتمعات العربية عموما بتعامل المريض النفسي كأنه شخص خرج بره الصورة. عارفة لما يبقى صورة عائلة كده وشخص جاله اضطراب نفسي طلعناه بره الصورة، وابتدينا نعامله إنه ملوش احتياجات خاصة ولا شخصية ولا يمارس معاهم الحياة الاجتماعية، وده أكبر غلط. لازم إحنا من أول لما نعرف إن إحنا عندنا مريض الزهايمر ABC أو ألف ب فيها، إن إحنا نكمل على الأنشطة الاجتماعية اللي كان بيعملها. بمعنى إيه؟
ان انا بدل ما ابتدي ما اكلموش عشان هو بقى بطيء الفهم وما بيفهمنيش، لا انا هغير من نفسي ان انا اقول معلومات بسيطه ببطء شديد جدا واستنى عليه واديه وقته انه يفهمها عشان يعرف يعملها. هو ما بقاش بيعرف يعمل المهام اليوميه، بقت صعبه عليه. طب ما انا بدل ما اديه امر كومبليكيتد ومعقد جدا، ابتدي دي اوامر بسيطه جدا يعملها، هات الكوبايه، روح مش عارفه اعمل على قدر استيعابه على قدر فهمه فبالتالي قدرته. انا ابقى ماسكه في الباقي من الذاكره، ما سيبوش يروح مني. تاني حاجه وانا بكلمه لازم يكون في بيننا تواصل بصري، ادي احترامه اكنه نفس الشخص قبل. على قد ما ابتدي في بدايه المرض على قد ما التدهور بيقل. فهي لازم الاهل يتعاملوا مع الشخص. المشاركات الاجتماعيه بلاش بقى، اصل ده ممكن يكسفنا، ده ممكن لا بالعكس انا خليه يشارك في الحاجات الاجتماعيه الاسريه اللي كان بيشارك فيها قبل، قد يقل تواجده في بعض الاجتماعات العائليه وده غلط جدا والمناسبة. بالعكس احنا لازم نتقبله زي ما هو عشان احنا بنساعده ان التدهور يبقى اقل. فانا خليه يشارك في الحاجات الاجتماعيه بس افضل جنبه طول الوقت عشان اللي هو مش قادر يستوعبه او مش قادر يرد فيه او يحس بالاحراج فيه انا اساعده فيه. اخلي له انشطه يوميه زي ممارسه الرياضه. انا مش هعامله انه خلاص هو ما بقاش زومبي اوت اوف ماي لايف، وستيل هو نفسه ابويا وستيل هي نفسها امي ومحتاجين نفس الحاجات العاطفيه. وان كان هو اللي قدامي حتى مش مديني ان هو مستوعب ده مني، بس على الاقل يكفي ان انا حاسه ان هو ستيل ابويا او امي، فان انا اهتم بيه، ان انا اخليه يمارس رياضه يوميا ان شاء الله 10 دقائق ان شاء الله، المشي حتى ابسط الاشياء، بس ما يخرجش من الحياه الاجتماعيه دي. اهم حاجه الاهل لازم يعملوها. ولازم كمان الشخص اللي بيهتم بمريض الألزهايمر لازم هو نفسه يبقى عنده فترة يبعد شوية وراحة إن شاء الله ساعة ساعتين في اليوم، يعمل أي حاجة بيحبها ويرجع تاني عشان يقدر يكمل. بالتأكيد. شكرا لك دكتورة ليلى على هذه الإجابات، وشكرا لمشاهدينا على مشاركتهم. إذن دكتور يمكن وصلنا للفقرة الأخيرة جدا في حلقتنا اليوم لموضوع العلاجات. الآن هل العلاجات فقط دوائية ولا هناك أيضا بعض العلاجات اللي يمكن أن نحن المصاب بفقدان الذاكرة أن يمارسها؟ أول حاجة طبعا العلاجات الدوائية. العلاجات الدوائية دي أنا بشوف أنا بعالجه نتيجة لاحتياجاته. بمعنى إيه؟ يعني أول حاجة طبعا الأدوية اللي هي أنا للأسف مش هقدر أقول الأدوية اللي بترجع الذاكرة، بس هقول الأدوية اللي بتثبت الذاكرة لهذا الوضع. يعني بدل ما يتدهور في سنة هيتدهور في 3 سنين، المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وهكذا. فاحنا عندنا الادويه اللي بتشتغل على حاجه اسمها ستايل كولين ستريز، او ان هي ناقل كيميائي في المخ. ده لما انا بديهوله بيبتدي يثبت التدهور على هذا الوضع، بيخلي ان الاماكن اللي في المخ تبقى التاثر بيها اقل شويه. نعم. وده بيديني شويه وقت. عندي ادويه كتير كده. طبعا الادويه الثانيه اللي هي بعالج بيها الاضطرابات السلوكيه او الاضطرابات النفسيه، يعني مثلا لو هو عنده هلاوس بصريه او سمعيه انا بعالج ده، او عنده اضطرابات في النوم بحسن له النوم. ده مهم جدا ان انا ادي الادويه دي، بس مهم جدا كمان ان انا ما اتسرعش في ده. بمعنى ايه؟ يعني ممكن حد يجي يقول لي مثلا احنا غيرنا البيت، فبابا بقى عصبي جدا لان هو مش قادر يتاقلم على البيئه الجديده. فانا بدل ما اتسرع وادي ادويه تنيمه وادي الادويه النفسيه، ابتدي اتعامل معاه ان اخليه ازاي يتاقلم على المكان الجديد وابسط له الحياه في البيت الجديد. او مثلا ممكن يقول لي هو بيعصب بالليل اكتر، فطب بيعصب بالليل اكتر مش يمكن بيشتكي من عرض عضوي، او يكون عنده الم في معدته، او يكون عنده شكوى وانت مش قادر تفهمها، فنحاول نفهم الاول. تاني حاجه، اهم حاجه كمان من العلاج البيئة المحيطة. البيئة المحيطة ان انا اوفر له جو هادي في البيت، يعني ان انا اوفر له الاماكن يبقى سهل، لو في اوضته مثلا في الحمام بتاعه، ان انا وقت النوم هو مثلا بيعصب بالليل، فان انا اخلي وقت النوم ده يكون فيه استرخاء، موسيقى هاديه، ان انا اسيب له الاضاءه بتاعه الحمام ولعه، اسيب نور خافت في الاوضه عشان يبقى هو سهل ان يعتمد على نفسه ويتحرك. نعم ممتاز. إذن نحن دكتورة اليوم في حديثة تحدثنا عن موضوع فقدان الذاكرة، وذكرنا الفرق بين فقدان الذاكرة والزهايمر، تحدثنا عن موضوع فقدان الذاكرة عند الحوامل، تحدثنا عن فقدان الذاكرة عند بعض الرياضيين في ممارسات الخاطئة للرياضة، وتحدثنا عن الأعراض، تحدثنا عن طرق التشخيص، تحدثنا عن العلاجات، وأيضا أخذنا بعض الأسئلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. إذن كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة الدكتورة ليلى عادل محمود أخصائية طب نفسي، وأيضا الشكر موصول لزميلتنا شهد مهند على ما قدمته لنا في حلقتنا لهذا اليوم. لأن الشارقة تهتم بالإنسان، كان برنامج عيادة على الهواء. دمتم بصحة وعافية. I'm gonna be a little bit of 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 a little